بداو بهاد جوك جوك ان 5 ديزل فيزيا بلس. الوغ كيما شرحت لينا يسرا كي اوكازيون حلات ان شوغوم ان نوفو شوغوم في البرنوسي، راه نخلي لكم لوكاليزاسيون اكزاكت في لا لا ديسكريبسيون ديال اللايف. اللي فهمت انك تجيب طوموبيل، اي طوموبيل كيقدروا يشروها من عندك بلا ما تبيع، بلا ما تعاود تشري من عندهم. يعني ماشي ضروري خصك دير لي ريبريز تبيع ليهم، ولكن الا كنتي غتشري هما كيشريو من عندك طوموبيل، واخا ما تكونش باغي تاخذ من عندهم شي طوموبيل. وبالنسبه للطوموبيلات اللي عندهم، الطوموبيلات كلهم فيهم دي كريتير لي مي فوتوس 5 سنين و 120000 كيلومتر. بحال دابا هاد نيسان جوك اللي كنشوفو بقى اون تري بون ايتا، شحال كيلومتراج؟ شوفوا الكيلومتراج ضربة 14000 14350. وكما شرحت لنا يوسف الطوموبيلات كلهم كيكونوا غومي اون ايتا، يعني كيف تلقى الطوموبيل تقريبا بقى جديدة، كلشي معاود. أي حاجة خاصها تبدل بحال البنوات، بحال داكشي ديال الكونسومابل بعدا كلو كيتبدل. و حتى ليطا ديال الطوموبيل كيكون نقية. شفنا نيسان جوك، شوفو هاد كيا سيلتوس، كما شرحت لينا يسرا قبيله كاينين دي بروموسيون على قبيله ديال لوفيرتور ديال هاد نوفو شوغوم. بحال هاد لاكيا سيلتوس كيبقى 230000 درهم. ضربة 22000 كيلومتر. سيلتوس راه بارمي لي نوفو اس او في ديال لا مارك كيا، ولكن ما كاينش غير كيا، كاين ملتي مارك. غنشوفو كاع طوموبيل اللي عندنا هنايا في شوغو. بحال الكوارك الفواتير كلهم لي بريزونتي هنايا فيهم بروموسيون. كنعاود نذكر هاد لو نوفو شوغوم كاين في البرنوسي في طريق الرباط، داك تي جاي من عين السبع كتفوت لاكار واحد 800 متر وكتلقاها مع اللاسر ديالك. شفتو هاك شحال ضربة، ضربة 91000. نعاود نشرح لكم، جبتو اي طوموبيل خا تكون 240 مثلا 1985 غتجي غيقلبو لك الطوموبيل اكسبيرتيز فابور بيان سور. لي فواتور كلهم كيكونوا اكسبيرتيزي. نعاود نكمل ليكزامبل، جبتي طوموبيل قديمه ضربه 300000 400000 كيجيو كيديرو لك ليكسبيرتيز، كيعطوك ان رابور ديكسبيرتيز على ليطا جينيرال ديال الطوموبيل و كيعطوك الثمن اكسبتيتيه كتخلص على حسب نتا واش بغيتي فيغمون ولا على حسب لو مود دو بايمون لي بغيتي نتايا. هادشي بلا ما تكون غاشري من عندهم، سينو غتقدر دير من عندهم حتى لا ريبريز. كتبيع لهم الطوموبيل، كنتي باغي دير لا ريبريز كتشري من عندهم طوموبيل اخرى، سينو كتبيع الطوموبيل نيسان. وحاجه اخرى اللي كان شرحت لنا يسرى، يعني واخا يكون عندك طوموبيل واخدها كريدي وباقي ما كملتيش كريدي، يعني باقي عندك كارد كريز باري و نعطي مثال مثلا باقي لك عام ونص باقي ديال الطريطه باقي ما كملتيش كريدي، كيقدروا يشروها من عندك وكيديروا الغاشو كريدي نيشان على لابونك. وحاجه اخرى عجبتني هو توسكي ادمينستراتيف، يعني ما كتجيش كتبقى
تصدى راسك مع سيرفيس ديمي وراق وما كيتكلفوا بكل شيء. التوارق اللي وريتكم راه باقا خيسك نوف جديدة. ضربة 91,000 كيلومتر فيها بروموسيون ناقصين 34,000 درهم. البخي ديالها كيبقى 395,000 درهم. خارجة في جوان 2019 شهر 9 2019 شوفوا هاد نوفو سارينتو تعجبني انا بعدا سارينتو خويا محمود جيب كومباس ما شتهاش ولكن لكان ديزل لكان ديزل غتكون مانيوال ديزل في المغرب خارج المغرب. عندكم اي سؤال كتبوه ليا مع حد ديال اللايف باش نجاوبكم عليه اون انستانتاني ولا ما كنتش عارف راه نسول يسرى باش تعطيني كاع لي ديتاي على كيا اوكازيون. هادي سورينتو نوفو نوفيل جينيراسيون ديال سورينتو فيها سبعة البلايص اس يو في حقيقي كتعجبني لا في الركبة لا في لي زيكيبمون لي فيها لا في لو طابلو دو بوخ هاد لي دوبل اكخون هاد لي فينيسيون بحال هادي دابا ضربة 15,163 باقا جديد ما كيبلاش تقلب لوطا ديالها سورتو كو الطوموبيلات كلهم كيكونوا اكسبرتيزي ملي كنقول اكسبرتيزي يعني كتشريها وانت مرتاح عارف الطوموبيل ما دايره لك سيدا ما مضروبه لا والو. انا شخصيا كتعجبني هاد السوانتو الجديده شد العائلة اللي عنده وليدات سبعة البلايص كما قلت لكم لك عندكم اي سؤال تكتبوا لي سجاوب لك دابا. مثلا هاد الكي سورينتو لو بري ديالها كيدير 439,000 درهم ولكن دايرين بروموسيون ناقصين 10,000 درهم كتبقى ب 429,000 درهم. 2021 شهر 6 ضربه 15,000 كرون فورمي جديد نشوفو طوموبيل اخرى لي معروفة بيبي فيلار ايفوك نوفو طوموبيل هادي كتعجب كلشي شوفو هادي 2020 شهر 1 2020 جانفي 2020 شوفوا ليطا ديالها كي داير ملي كنقول لكم الطوموبيل عندهم جداد حتى اصلا حتى لو كريتير اللي عازلين ديال 5 سنين 120,000 كيلومتر لوجيك تلقى الطوموبيل الطوموبيلات باقي نقي جداد. ضربة 68,000
انا اللي عجبني في شوروم هو انه كبير في الوقت كنصحاب انا ديستيني لي فواطور طوموبيلات جداد فواطور ناف. ولكن اللي شرحت لنا يسرى هو ان هذا لو شوروم اللي كاين في برنوسي اللي يلاه حل في طريق الرباط تفوت لاكار اللي كتجي من عين السبع بواحد 800 متر ديستيني غير الفواتور دوكازيون. يعني اي طوموبيله دوكازيون عندك تجيبها يديروا لها اكسبيرتيز ويعطوك ثمن تبيع عليهم. و كيحطوا هنايا كاع الطوموبيلات القدام اللي كيتباعوا للبارتيكولي واللي شنا اللور ونعاود نوريهم لكم ديستيني لي غوفوندور. يعني حتى البيع والشراء كيكون عندهم طوموبيلات كيجي يشريوهم نيشان. شنو التوارق؟ شنو السورينتو؟ شنو الايفوك؟ شوفو بوجو كاع لي ماركين. واحد نقطة مهمة أولي هو كاينين دي فواتور اللي قبل ما كنحطوهم في لي شوغوم وقبل ما كنحطوهم في لو سيت انترنيت كيتباعو كنقولو ليهم الهمزة. يعني كيجي كليان كيلقى طوموبيل كيقول لنا هادي باقي ما حطيتهاش كنقول ليه لا راه تباعت. انا شنو كنفضل هو الناس يجيو لهاد الشوروم الشوروم ديال مراكش لو شوروم ديال روشنوار ويشوفوا لي فواتور. حيت بصح كيدخلوا دي فواتور قبل ما كنقدروا حنايا نديروا لهم دو شوتينغ ونحطوهم في لي سيت انترنيت كيتباع. يعني اللي فهمت كيكونوا باقيين اون بريباراسيون قبل ما تحطوهم. اكزاكتومون قبل حنايا ما نحطوهم في لو شوروم كيقدر يشوفهم اكليون وكياخذها. يعني ما كتعطيهاش الفرصه فين تحط في الشغل ودات في السيت انترنيت. يعني من الاحسن تجي وتشوف لي فواتور كاملين. من الاحسن تجي وتشوف لي فواتور كاملين. وبالمناسبه غادي نذكرك باوقات العمل ديالنا. حنا كنبداو ثلاث ايام في الاسبوع من 8 حتى 7 د العشيه، من 2 حتى الجمعه، وايام السبت كنخدموا من 9 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه. في كاع لي شغل في كاع لي شغل ديالنا كاملين. اكزاكتو خويا خويا زكريا سولتيني على 3008 كدير 215000 درهم. ولكن مع لوفيرتور ديال هاد الشوروم الجديد اللي في برنوسي دايرين بروموسيون ناقصين 1.5 مليون كتبقى ب 200000 درهم. ولك دابا الطوموبيل اين عام فيها؟ شهر 4 2014 افريل 2018 الطوموبيلات راه كلهم مطير. كنحاول نوريكم كاع لي ديتاي ديال الطوموبيلات. شوفوا كيلومتراج هادي ضربة 57000 كيلومتر بالضبط. تخوان ميل ويترا ولات معروفة في السوق المغربي. طوموبيل اللي دارش بلاصتا طوموبيل زوينة صراحة معروفة بالطابلو دبوخ وهاد لي بوطو لي مخودين اسبيرين من الطيارة. كما قلت لكم عندكم اي سؤال بغيتوا تعرفوا معلومات اكثر على السيرفيس ديال كيا اوكازيون في الطوموبيل اللي كنشوف فيهم دابا بغيتوا تعرفوا عليهم معلومات اكثر عليكم الا تكتبوا لي داكشي في الكومونتير انا راه غنحاول نجاوبكم. ولا ما عرفتش راه نسول يسرى وهي تعطيني الجواب. هذه كيا نيرو دي تاهي من لي نوفو موديل ديال كيا. ضربة 23000 هادي إبريد يعني كديماري في الأول إلكتريك كتسمع والو. دابا راه مديماري نقدر نزيد بها.
تعيش كلها زوين فيها وكاع لي زيكيبمون اللي خاصك في الحياة اليومية. كيا نيرو كاين الناس اللي ما يعرفوهاش، سي نوفو موديل الله خرج ودابا رجعوا للستينجر طوموبيل صراحة الخلاوة قليلة تعجبني بزاف طوموبيل رياضية موتور في 6 شوفوا هاد الباسات كيما قالت لنا يسرا في الأول راه كاينين كاع لي مارك يعني كتقدر تلقى أي ماركة ماشي غير كيا مثلا باسات ضربة 116,000 الطوموبيل زكالي وريتكم راه فيهم بروموسيون الباسات هادي كدير 209,000 درهم ناقصين فيها 10,000 درهم مليون كتبقى 199,000 درهم 2018 ضاربة 116,000 درهم كاين سي ترندلاين بلس ترندلاين بلس هذا و اوتوماتيك نحاول نوريكم لا ديال الطوموبيل خويا 3008 لا مانيوال ماشي اوتوماتيك باش الباسات نشوفو هاد كيا سيد بلو فلام كتسمي كيا كومباكت زوينة و طاليسما طاليسمو طوموبيل واعر طاليسمو صراحة برلين بمعنى الكلمة كما قلت لكم في الاول راه كنتواجدوا في نوفو شوغوم ديال كيا اوكازيون اللي كاين في البرنوسي بالضبط في طريق الرباط اللي كنتي جاي من عين السباح اون فوا كتفوت لاكار بعيد على واحد 800 متر تقريبا كتلقاها مع اليسار ديالك وهاد لو نوفو شوغوم راه حنا ولفنا كيا كتكون ديما بالاحمر في هاد لا نوفيل شارتي لو كونستركتور كيا اللي ولات بالكحل طالي سنين كتعجبني هاد الطوموبيل نحطو نركبو فيها ونشوفو كاع لي ديتاي ها باش نشوفو فاطمة بانوراميك حقيقي خصني نديماري ديماري ما يبقاش يتسمع الصوت مزيان
من كاش طاليسمون راه اكبر بيغلين عند رونو فبزاف ديال لي زوبسيون. كولور واعرة ديال لي سياج مارون او كحل. شوفوا كيلومتراج 31000 لي ضرب. او تمام طاليسمو اف 6 دي سي انتونس بوات اوتوماتيك دوبل امبرياج او الثمن ديالها دير 27.5 ناقصين منها 7000 درهم كتبقى ب 268000 درهم خارجه في جويلي 2020 شهر 7 2020 باصات سيد طاليسمو تويوتا هذه تويوتا تويوتا كورولا 1949 المهم كاع الطوموبيلات اللي كاينين هنايا كلهم فيهم بروموسيون بروموسيون ديال دوفيرتور ديال الشوروم مثلا هاد كيا سيد كدير 21.5 خارجه في 2021 شهر 8 ضرب 44000 كيلومتر وناقصين فيها 1.6 مليون يعني كتبقى ب 199000 درهم. كيا سيد راه حتى هي ولات معروفة عندنا في السوق كومباكت زوين صراحة الطوموبيلات كلهم لي شنا راه فيهم لاكارونتي لاكارونتي لي كتوصل حتى لست سنين كارونتي بحال لي كيعطي كارونتي ماشي غير في كيا كاع لي زوطر مارك يعني شريتي رونو شريتي فولكسفاغن لي شريتي عند كيا اوكازيون كيعطوك اون كارونتي لي كتوصل حتى لست سنين لا غارونتي بحال اللي كيعطيك لو كونستركتور يعني كي غارونتيو لك لا بواط و الموتور. شوفوا هاد لا 3008 لا 2008 جاي ولات معروفة في السوق ديزاين راه تقريبا بحال ديال 3008 نوفيل جينيراسيون ديال بيجو هما معروفين بهاد لو فولون هاد لي بوطون اسبيرين من الطيارة و الكوكبيت ديجيتال قال بصرت بما لم يبصروا به فقط كيلومتراج دي هادي دار 10000 كيلومتر بواط اوتوماتيك هاد لي سيج زوينين تاع بحالة جديدة راه 10000 كيلومتر بلا من وين كثروها الثمن ديالها اخويا زكريا دابا نقولك خليك معايا شوفوا غير ليطا ديال الطوموبيل اخويا انس دابا نشوفو كاينه كيا بيكاب اللي حدايا هما اللي باقيين جداد كلهم هادو اللي كاينين هنا حتى وحده ما فيها 5 سنين وما فيهاش 120000 كيلومتر 2008 اخويا زكريا خارجه في شهر 3/2022 يعني باقي ما دارش على العام الور اوتوماتيك خارجة في شهر 3/2022 ضرب 10000 كيلومتر كما شفنا فكارونتي ديال 12 شهر عام كتبقى ب 27900 ومحيدين منها 9000 درهم هاد الكومونسيون ديال الموتور كتبقى ب 27000
كيا بيكانتو خارجة في شهر 10 2020، مانويل ضربة 20,000، كتبقى ب 11,500 وناقصين 6,000 درهم، يعني كتبقى ب 10,900. فينيسيون لايف ستايل، موشن فينيسيون لايف ستايل، كورولا ما بقيتش نسولني على الكورولا، دابا نعطيك معاها المعلومات. الكورولا خارجة في شهر 3 2019، دابا 125,000 كيلومتر، كدير 14,900 وناقصين 6,000 درهم، كتبقى 143,000 درهم بالضبط. ديزل بيان سور، هي ستينجر اللي كتعجبني بزاف. كيا ستينجر لي طوموبيل رياضية خليتها هي اللخرا، 2020 شهر 9، لي مكيعرفش ستينجر راه طوموبيلة رياضية 100%، فيها 1.2 لتر، هاد لا فينيسيون جي تي لاين، ضاربة غير 22,000 كيلومتر، الثمن ديالها كيدير 456,000 درهم، وديري فيها اون بروموسيون ديال ناقصين منها 2,400,000، يعني كتبقى ب 435,000 درهم.